أيتها السيدات، أيها السادة، الآن وكما جرت العادة في مثل هذه الذكرى الغالية، سيتشرف السيد والي الأمن رئيس المنطقة الإقليمية لأمن بن سليمان بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. وآله وصحبه وبعد، السيد عام المحترم، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مثل هذا اليوم الأغر من سنة 1956 صدر الظهير المؤسس للمديرية العامة للأمن الوطني حرصاً من بطل التحرير جلالة المغفور الله محمد الخامس قدس الله وروحه في تجسيد استقلال البلاد بواسطة مؤسسات وطنية في مستوى الطموحات المغرب المستقل. لذا كان لزاماً على الأمن الوطني منذ ذلك الوقت رفع تحديات كثيرة، أهمها ضمان المناخ الضروري لممارسة الحريات الفردية والجماعية في نطاق مشروعية. وفي ظل القانون الذي أفسد عائمه بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله وكرمه، وشيدها وارث سر جلالة المغفور له الملك الحسن بن الله مثواه، ولا زال يرعاها جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده، الذي ما فتئ منذ تقلد عرش أسلافه الميامين يعمل جاهدا على الدفع ببلادنا إلى درجات الرقي والنماء ووضعها على سكة التطور كدولة حديثة منفتحة على عصرها وتضمن ممارسة أفضل الحقوق أو أفضل لحقوق الجماعات والأفراد. والواقع أن المديرية العامة للأمن الوطني اليوم في ذكرها 62 حققت العديد من الرهانات التي أحالتها للقيام بمسؤولياتها الوقائية والزجرية من أجل استتباب الأمن في كافة ربوع المملكة على الوجه الأكمل، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية وإرادة وحزم السيد المدير العام الوطني، الذي اكتسب هذا الجهاز الأمني مزيدا من الحرفية من خلال تكوين وتدريب علمي أدمج فيه المزيد من قيم حقوق الإنسان للوصول للهدف الأسمى، ألا وهو الأمن كحق دستوري وكرافع للتنمية. واستجابة للتحديات العديدة، فإن المديرية العامة الوطني ما فتئت تعمل على تطوير بنيتها التحتية وتأهيل العنصر البشري لتحسين مستوى هذا المرفق العمومي، وذلك بتزويده بكافة الوسائل التقنية والبشرية والرفع من مستوى التأهيل والتكوين لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك من خلال رصد التجارب الأمنية الدولية والمستجدات النظرية عبر تعزيز آليات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف مع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية، وعملاً بالتوجيهات الملكية السامية وكذا مقتضيات الدستور، عملت المديرية العامة الوطني على تحديث بنيتها وعصرنة طرق عملها من خلال التقرب من المواطن وتدعيم التدخلات الميدانية الرامية للوقاية من الجريمة وزجرها، بتوفير الدعم التقني واللوجستيكي للوحدات المتدخلة مع تعزيز آليات التخليق والنزاهة حتى يتحقق المفهوم الشامل للأمن كحق دستوري ومرفق عمومي كافل للحريات العامة وداعم لحقوق الإنسان، ناهيك عن كافة التدابير الإدارية والقانونية لمواكبة المواكبة لجميع هذه الخطوات، والتي تهدف أساسا إلى إرساء دعائم الجدية في العمل والشفافية في إنجاز الأبحاث القضائية، مع التركيز على تقويم السلوكيات بتخليق الإدارة التي أدت فعلا إلى تسجيل نقاط إيجابية في هذا الشأن. وحرصا من السيد المدير العام الوطني على صيانة هذه الحقوق وحماية الحريات الفردية، تم إعداد مصوغة حول الأمن وحقوق الإنسان تستمد مرجعيتها من الشرع الحقوقية والإرادة السياسية العليا للدولة والأحكام الدستورية والالتزامات الاتفاقية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، ومن المقتضيات القانونية المنظمة للعمل الشرطي ومستخلصات المكتسبات والممارسات المهنية الفضلة المتأصلة من عمل قوات الأمن في هذا الصدد، من أجل اعتمادها كوثيقة للتدريب لمختلف مستويات الأسلاك المهنية، وهي ثمرة شراكة وتعاون بين كل من وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ومركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة. بالإضافة إلى ما سلف،
تعمل المصالح المركزية على إخضاع أطر مختلف المصالح اللامركزة لتكوين مستمر في الميدان، وذلك حتى يتسنى نقل المواد المعرفية المتنوعة في مجال حقوق الإنسان إلى كافة موظفي الشرطة لتنسيق مبادئه المنصوص عليها في مدونة القواعد سلوك موظف المديرية العامة الوطني والمذكرات الأمنية المصلحية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الرامية إلى التقيد بما جاء به قانون الإصلاح الجنائي المغربية من تعديلات لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. ولمسايرة هذه المستجدات قامت المديرية العامة الوطني بتحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية من حيث تخصيص غرف للأمن تتوفر فيها الشروط الإنسانية تراعي كرامة المحروسين، وتم تخصيص مكتب للمحامي داخل مقرات الأمن للقاء المحروس بمحاميه وغرفة للتعرف وفق المعايير المعمول بها. زيادة على ذلك تم تعيين شرطيات لمراقبة وتفتيش المحروسات، أما الأحداث الجانحون فقد وضعت لهم تدابير خاصة أثناء وضعهم تحت المراقبة، وذلك في تماهي تام مع نصوص قانون المسطرة الجنائية المعدل. وتماشيا مع فحوى الفصل 27 من دستور المملكة المتعلق بحق الحصول على المعلومة ولتجنب المعلومات المضللة أو المضللة أو الزائفة، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على التواصل المباشر سواء على الصعيد المركزي أو على مستوى المصالح اللامركزة، إذ قامت بنشر أكثر من 1600 بيانا صحفيا وأكثر من 300 توضيح فيما استجابت لأزيد من 600 طلب للإبلاغ والتغطية الإعلامية، كما تم عقد ما يربو عن 15,000 لقاء مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني، ناهيك عن أيام الأبواب المفتوحة التي نظم بالدار البيضاء خلال شهر شتنبر من السنة المنصرمة بغرض التقرب من المواطن، والتي لاقت استحسانا كبيرا من طرف الفئات العمرية المنتمية لمختلف المشارب الاجتماعية والثقافية بشكل عام. ومسيرة من هذه المنطقة الإقليمية للتحولات التي يعرفها المجال الحقوقي وتقنيات البحث الجنائي، فإنها بدورها تعمل على توسيع مدارك موظفيها القانونية والميدانية من خلال الدروس التي تعطى لهم بشكل يومي سواء خلال حصص النداء أو أثناء الدروس الميدانية، ومن خلال تنظيم ما يناهز 34 حلقة للتكوين المستمر في مختلف الميادين المتصلة بعمل الشرطة. إن الحفاظ على النظام العام يتطلب مجهودات مستمرة في الزمان والمكان لضمان الاستقرار والعيش الكريم لكافة المواطنين، لذلك في المصالح الأمنية التابعة لهذه المنطقة الإقليمية أو مفوضية الشرطة ببوزنيقة لا تكل ولا تمل من النهوض بالمهام المنوطة بها حتى تظل آمنتين من أي أنشطة إجرامية متخصصة أو منظمة، حيث أن همنا الأول وهو صرف المجرمين عن تنفيذ مخططاتهم الإجرامية من خلال العمل كوحدة متكاملة ونهج مقاربة تعتمد على ما يلي: القيام بحملات أمنية هادفة تهم نقاط تمركز الجريمة على مدار اليوم، الحضور المتواصل بالشارع العام لتعزيز المقاربة الوقائية للحلول دون وقوع الجريمة، الدراسة المسبقة والتوزيع العقلاني للحصيص، ترسيخ شرطة القرب والتواصل مع فعاليات المجتمع المدني، تتبع وضبط الأشخاص المبحوث عنهم، التعاون والتنسيق مع السلطات الإدارية ومختلف القوات العمومية العاملة بالإقليم لتحقيق الأهداف الأمنية المسطرة، وذلك بالانخراط في الاجتماعات الأمنية الدورية التي تعقدها السلطات المحلية والإقليمية أخذا بعين الاعتبار اهتمامات المواطنين وتطلعاتهم، الانفتاح على المجتمع المدني بمختلف شرائحه ومكوناته لخلق علاقة تشاركية أمنية خدمة للمنفعة العامة في إطار الشرطة المواطنة غايتها خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته، تنظيم دروس تحسيسية وتوعوية وتربوية لفائدة الشباب والأطفال داخل المؤسسات التعليمية لتأطيرهم وتربيتهم على قيم المواطنة الحقة والأخلاق الرفيعة وتجنيبهم الوقوع في بعض السلوكات المنحرفة بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. أما على المستوى الميداني وبالرجوع إلى الإحصائيات المتوفرة لدى هذه المنطقة الإقليمية، فإن مصالحها قد تمكنت خلال فترة ممتدة من 16/5/2017 إلى غاية يومنا هذا من إنجاز ما مجموعه 1553 مسطرة قضائية قدم من خلالها أمام العدالة 1973 شخص كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية من أجل قضايا مختلفة، من بينها 135 كانوا متورطين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية،
أنجزت في حقهم مجموعه 125 مسطرة قضائية، وتم حجز أكثر من 1746 غرام من مخدر الشيرة، و 12250 غرام من سنابل الكيف، و 11314 غرام من التبغ، 166 قرص مهلوس، 416 لتر من ماء الحياة، 705 قنينة من الخمور، 272 أنبوب لصاق، فيما تم حجز بعض وسائل النقل أو الاتصال المستعملة من قبل المتورطين في نشاطهم الجرمي، وهي كالتالي: سيارتان خفيفتان و12 دراجة نارية ودراجتين هوائيتين و46 هاتف نقال، ومبالغ مالية قدرها 11216 درهما و35 ألف أورو، حيث تمت إحالة هذه المحجوزات على كل من المحكمة الابتدائية أو مصالح جمارك بالمحمدية حسب الاختصاص. وبمقارنة بسيطة مع تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية، يتبين أنه بفعل الاستراتيجية الوقائية والزجرية المتبعة من قبل مصالح هذه المنطقة الأمنية أتت ثمارها من خلال تراجع عدد القضايا المسجلة، خصوصا الجريمة العنيفة والتي غالبا ما يكون سببها التعاطي للمؤثرات العقلية. بالإضافة إلى القضايا المباشرة المعالجة، فقد استقبلت مختلف مصالح هذه المنطقة الإقليمية سنة 2017 ما مجموعه 4182 شكاية موجهة من قبل النيابات العامة المختصة، تم البت في 3767 منها بنسبة 90% أو 91%، وهي نسبة متقاربة مع سنة 2016 والتي سجلت نسبة معالجة 90%. وفي إطار المحافظة على الصحة العامة، فإن مصالح الأمن بهذه المنطقة الأمنية عملت على حجز ما يناهز 450 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة والمواد المضرة بالصحة. وهنا نشيد بالدور الجبار الذي تقوم به مصلحة الشرطة العلمية، والتي بواسطتها تم حل مجموعة من القضايا بالاعتماد على الأدلة العلمية ورفع الآثار من بصمات وحمض نووي وآثار رقمية وجينية، حيث تم حل 188 قضية. كما تمكنت المصالح الأمنية أيضا من إيقاف 235 شخص مبحوثا عنهم على الصعيد الوطني من طرف مختلف المصالح الأمنية من أجل قضايا مختلفة، 69 شخصا من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، 56 من أجل إهمال الأسرة والإكراهات البدنية، 6 من أجل الاغتصاب، 45 من أجل ترويج المخدرات، 12 من أجل النصب والاحتيال، 23 من أجل الضرب والجرح، 4 من أجل تكوين عصابة إجرامية، 3 من أجل التهديد والابتزاز عبر الإنترنت، 17 من أجل السرقة. وفي إطار التدخلات الأمنية أو الميدانية، فقد استقبلت مصالح الشرطة عبر الخط 19 ما مجموعه 11091 مكالمة لطلب النجدة، وقامت سيارات النجدة بما مجموعه 5920 تدخلا مباشرا. بالنسبة للأشخاص المشبوهين، فقد قامت مختلف مصالح هذا الأمن من تحقق من هوية 11200 شخص من كلا الجنسين. وبالنسبة لقضايا الأسرة والطفل والنساء المعنفات، وبحكم أنها أصبحت تحظى باهتمام خاص سواء من لدى المشرع أو المؤسسات الوطنية التي تعنى بهذه الفئة من المجتمع، فقد تمكنت مصالح هذا الأمن من إنجاز ما مجموعه 302 مسطرة تخص الأطفال القاصرين والنساء المعنفات تمت إحالتها على النيابة العامة المختصة. أما قضايا الأحداث، فقد تم بموجبها يعني إيقاف حوالي 85 قاصر، من بينهم 23 خضعوا لتدبير المراقبة. وبخصوص مجال السير الطرقي، فقد تمكنت فرقة المرور خلال نفس الفترة من تسجيل ما يلي: تحرير حوالي 533 مخالفة من الدرجة الأولى، 647 مخالفة من الدرجة الثانية، 3016 مخالفة من الدرجة الثالثة، 54 مخالفة من الدرجة الرابعة، حيث تم استخلاص ما مجموعه 861050 درهما. ناهيك عن المخالفات التي تم توجيهها إلى مختلف المدن أو تمت إحالتها على النيابة العامة لدى ابتدائية بن سليمان أو الخزينة العامة للمملكة، بارتفاع عن نفس الفترة السابقة بنسبة 17%، في تمت إيداع مجموعة 341 مركبة بالمحجز البلدي. ودائما في إطار فرض سلطة القانون، تمكنت مصالح هذا الأمن من إيقاف 17 مركبة من أجل نقل الركاب بدون رخصة، تم تقديم سائقيها أمام النيابة العامة لدى ابتدائية بن سليمان، في حين تم إيداع المركبات المخالفة بالمحجز
مسجلا انخفاضا مقارنة مع السنة الفارطة، وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها عناصر الشرطة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال التركيز على مداخل المدينة والأماكن التي تعرف هذا النوع من الجناح. أما بالنسبة لمصلحة حوادث السير، فقد أنجزت خلال نفس الفترة عدة قضايا تتعلق بحوادث السير، وذلك على حسب التوزيع الآتي: حوادث السير المميتة 2 ملفات، حوادث السير بجروح بليغة 18، حوادث سير بجروح خفيفة 257 ملف، حوادث سير بخسائر مادية 46، وهو ما مجموعه 323 مسطرة قضائية، إذ سجل ارتفاع طفيف في مجملها بنسبة 9.5% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إذ يعد العنصر البشري هو المتسبب الرئيسي الذي تتقاسمه كافة هذه الحوادث. وقد ساهمت مصالح هذه المنطقة الإقليمية في الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التعليمية التي تقام بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية، وبتوجيهات شخصية وإشراف من السيدة المديرة الإقليمية المحترمة لوزارة التربية الوطنية، تم تغطية كافة المؤسسات التعليمية بهذه المدينة، واستفاد منها حوالي 3547 تلميذ وتلميذة بحضور ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني وجمعيات أولياء وآباء التلاميذ. وفي مجال تعميم البطاقة البيومترية على مواطني هذا الإقليم، عملت مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بهذه المنطقة الإقليمية على إنجاز يعني في الفترة الممتدة ما بين 16/5/2017 إلى غاية 10/5/2018 ما مجموعه 7986 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية. ولا ننسى بهذه المناسبة الغالية أن نشير إلى الدور الكبير الذي تقوم به المصالح الأمنية بهذه المنطقة الإقليمية أو بمفوضية الشرطة ببوزنيقة للمحافظة على النظام العام من خلال التغطية الأمنية والتدبير المحكم لمختلف التظاهرات الرياضية والفنية والثقافية والسياسية والوقفات والمسيرات التي تعرفها المدينتين، حيث لم يتم تسجيل أي شائبة من شأنها التأثير على السير العادي لمختلف مؤسسات الدولة المتواجدة بالإقليم أو تعرقل تنظيم هذه التظاهرات. على سبيل المثال، فقد تم القيام بالتغطية الأمنية بما يناهز 164 وقفة احتجاجية و 41 إضرابا بمدينة بن سليمان. نؤكد مرة أخرى أن مصالح الأمن بهذا الإقليم لن يغفو لها جفن في سبيل خدمة أمن وطمأنينة وسلامة المواطنين، ولن تدخر جهدا للمحافظة على النظام العام وفق الاستراتيجية والتوجهات الجادة المرسومة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بتعاون مع مختلف المصالح المعنية في الإقليم وكافة مكونات المجتمع المدني. كما نعتز أشد مع اعتزاز نحن الأسرة الإقليمية للأمن بهذه المنطقة بكل عبارات التقدير ورسائل الامتنان والشكر التي نتوصل بها من طرف كافة المسؤولين الإقليميين ومختلف مكونات المجتمع المدني بجميع أطيافه، مما يحفزنا على المزيد من المثابرة ونكران الذات خدمة للصالح العام. وهنا نقف بدورنا شاكرين وممتنين للسيد العامل المسؤول الأول بالإقليم، والذي لا يتوانى عن المساندة الفعلية لرجال الأمن ولكافة أسرة القوات العمومية. شكرنا وامتناننا الخاصين موصولان إلى السيد الكاتب العام المحترم وللسادة الأفاضل وكيل الملك ورئيس المحكمة المقرين ولأسرة العدل والقضاء لدى المحكمة الابتدائية بن سليمان، ومن خلالهم إلى أولو أسرة القضاء لدى المحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء. ولهم مني خالص التحية والتقدير، وبالمناسبة نتمنى التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة بمدينة المحمدية للسيد الأستاذ العلام رئيس المحكمة الابتدائية. كما أتقدم بالشكر إلى حضرة الكولونيل ماجور قائد الحملة العسكرية، الذي نطلب منه أن ينوب عن الأسرة الأمنية الإقليمية في إبلاغ تهانينا بمناسبة ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية لكافة الرتباء العاملين بالحامية العسكرية. وشكرنا أيضا للسادة قائدي سرية الدرك الملكي ببن سليمان وبوزنيقة، والسيد مدير مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة، والسيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة، والسيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية، والسادة الباشوات، والسادة رؤساء الدوائر، والسادة قوات ورؤساء الأقسام بالإقليم، الذين لا يتوانون عن الوقوف جنبا إلى جنب مع كافة الأطياف الأمنية لإنجاز مهامهم. شكرنا أيضا موصول إلى السادة البرلمانيين والمستشارين الأعزاء والسيد رئيس المجلس الإقليمي
والسيد رئيس المجلس البلدي لمدينة بن سليمان وجميع رؤساء المجالس البلدية والقروية ومن خلالهم لكافة أعضاء هذه المجالس ومكاتبها. شكرنا الجزيل لكافة السادة رؤساء المصالح الخارجية الذين أشد على أيديهم وممثلي القطاعات الوزارية المختلفة بالإقليم للمكان التي يولونها للأسرة الأمنية، مؤكدين لهم خالص تقديرنا لهم ولأواصر التعاون بيننا خدمة للصالح العام القائم أساسا على خدمة وضمان أمن المواطنين والمواطنات. كما نوجه تحياتنا وتقديرنا لجميع المهنيين وكافة أطياف المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات مختلف المراسلين الإقليميين والمحليين والمحليين لبعض الجرائد الوطنية الورقية أو الإلكترونية الذين أبانوا حقا عن نضج كبير في تغطية الأحداث المختلفة، ولكافة مواطني هذا الإقليم العزيز الغيورين على الصالح العام وعلى الأمن والاستقرار. ونؤكد لهم مرة أخرى استعدادنا الدائم وافتخارنا بشرف السهر على خدمة أمنهم وحريتهم. هذه الذكرى العزيزة تشكل أيضا مناسبة غراء للاحتفاء بكل موظفي الشرطة الذين أحيلوا على التقاعد والذين أسدوا تضحيات جليلة لهذا الوطن، تحيتنا الخالصة لهم ولأسرهم، وكذلك أرامل وأيتام موظفي الشرطة الذين افتقدناهم ونتمنى لهم الصحة والعافية وطول العمر. كما نطلب من العلي القدير أن يتغمد برحمته الواسعة كل من فارقنا إلى دار البقاء. وباسم السيد المدير العام للأمن الوطني أوجه التهاني مرة ثانية لكافة أطر ومدافعي الأمن العاملين بهذه المنطقة بهذه الذكرى والتي لن تزيدنا إلا تشبثا بالروح الوطنية العالية خدمة المواطنين والمواطنات. السيد عامل الإقليم، زميلاتي وزملائي أطر ومدافعي هذه المنطقة الإقليمية للأمن، أيها الحضور الكريم، إن أسرة الأمن الوطني في الذكرى 62 لتأسيسها وهي تحتفل بهذه المناسبة تعتز أشد اعتزاز بتزامنها مع مناسبة غالية علينا ألا وهي احتفال الشعب المغربي بالذكرى 15 لميلاد صاحب سمو الملك الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وبهذه المناسبة السعيدة وفي غمرة الفرحة الكبرى والبهجة المتعلقة يتشرف قدام الأعتاب الشريفة وطر وموظفي هذه المنطقة الإقليمية للشرطة بتقديم أطيب التهاني وأجمل الأماني إلى السدة العالية لله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قائد الأمة ورمز وحدتها الوطنية وضامن أمنها واستقرارها. وفي إطار نشوة تخليد هذه الذكرى العزيزة، فإن رجال ونساء الأمن بهذه المنطقة الإقليمية وهم يستحضرون دلالاتها العظيمة والتي تعد مظهرا بارزا من مظاهر استرجاع السيادة الوطنية، لا يذكرون بكل امتنان وإجلال روح مؤسسها الأول أبي الأمة المغربية المغفور لهجة الملك محمد الخامس طيب الله تراه محرر البلاد وبني أسس وحدتها الترابية، ويذكرون كذلك بكل خشوع وعرفان روح راعيها الأمين فقيد الأمة جلالة الملك الحسن الثاني رضوان الله عليه الذي شملها بعطفه ورعايته لتترعرع بذلك في أحضان المدرسة الحسنية بكل اعتزاز وافتخار. وفي هذه المناسبة العزيزة نترحم وبكل خشوع على هذين الملكين المجاهدين بطلي التحرير الراجين من الله جلت قدرته أن يتغمدهما ويتقبلهما في جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. كما يعربون بهذه المناسبة السعيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عن ولائهم الدائم وإخلاصهم المتين وتجندهم المستمر وراء جلالته لنشر ألوية الأمن والأمان في ربوع هذه المنطقة وفق ما تقتضيه الشرعية واحترام حقوق الأفراد والجماعات وضمان حريتهم وصيانة سلامتهم والمحافظة على ممتلكاتهم مخلصين على الدوام لشعارنا الخالد الله الوطن الملك. وفي الأخير نلتمس من السيد عامل الإقليم أن ينوب عن أسرة الأمن الوطني بهذا الإقليم نساء ورجالا في رفع آيات ولائنا وإخلاصنا إلى السدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أطل الله في عمره وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عين جلالته بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواحد ياخذ شويه على بركه الله.
بارك الله فيك. خلي الواحد الواحد جيتي يلا سير سير ماكيت يلا على كويس.